الحوار بريس، عينكم على الحدث. يلا باش نلقاو هكا هاد الباربريزال دابا اللي تهرسوا للناس، كاين اللي كاريها، كاين اللي ماشي ديالو، هي كاري الطالوبيل، وصدقها واحد مسكين باش يخلص ديك الأدية هادي باش يديروا هاد المصيبة، لا راه ما كاينش منها، العساس ما كاينش، ما بيتش هنا، خلي الطالوبيلات هكاك مترعين، ما كاينش اللي غادي يهضر، ما كاينش اللي غادي يتكلم، مشينا للأمن باش نديروا سير صور هادي دير هادي، لا تزايني في هاد الوقت، يلا. عينا ما ندبوا على ايامنا حلاتو دابا تسقنا 60,000 ريال ولا 80,000 ريال باش نسقد الباربريز يلا واش نقابل الاولاد ولا نقابل الباربريز ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سلام لهاد الساكنه نتاع عزرو وتنحيو الامن نتاع عزرو انما هاد الشيء هذا اللي تيوقع عليه في عزرو هذا هو هاد الحي ديال القشره ماشي هو هذاك حتى العساس هنا ما كاين شيء 18 طوموبيل كلها دكدكات كلها تفرشخات هادو راه مجرمين دمروا عباد الله تيقري ولا القريشاج هنا ولا ضربت الله الناس تقريسا الناس تتعرض للاغتصاب والقريشاج الناس راه ولات تخاف الناس راه عباد الله راه تخاف هنا تخرج تنخافوا على ولادنا نخافوا على حديدنا تنخافوا على ديورنا والله من هذا من الكر والسلطه راه خصها تدخل وخصهم يبقاو يدوروا خصهم يبقاو يديروا الحمله ويبقاو يدوروا ويبقاو يشوفوا هاد الشهاده هاد الشهاده الله يجزيكم بخير الله ينصر جلاله الملك والسلطه المحليه والامن الوطني راه خصو يدير الاجراءات ديالو انما راه فوضى وقعت هنا في عزرو عزرو راه خياب خسر هاد الشيء راه ماشي هو هذاك الله يجزيكم بخير هاد الشيء راه ماشي هو هذاك نطلبوا السيد الحموشي يزيد الامن هنا في البلاد هاد البلاد هادي راه خصها الامن وكثر في الشناكريه وراه الشناكريه وضربت الله وبنادم موسخ وهاد البلاد هادي راه معروفه بالنقاوه وبالنزهه وبلاد سياحيه وحنا دابا راه تنتعرضوا للهم الكحل والويل الكحل الناس ما بيا ما عليا حتى كنسمع بخمه بخمه نخرج وانا نلقى واحد ثلاثه هنا راه زين السيف ونزرواطه وكيشيروا على الباربريزات وطلعوا من هنا صافي وش خرجنا ما سكينا والو وكنطلبوا من السيد الحموشي تدخل هذا الشيء راه ما بقيناش كنأمنوا أضرر راه ما بقاش نأمن وبغينا الأمن اللي تيكون في البلاد وتخيل هذا أخويا ديك الساعة لو كان كاين البشر ما عرفاش شنو غادي يديروا له راه السيوف ما تعرف هذا اللي تيضربوا الحديد راه ماشي غير الحديد اللي غيضربوا راه حتى بنادم غيضربوه راه حتى واحد ما يعقل عليه هذو كنشوفو راه عيب راه حشومة تحط طونوبيلتك وفي الصباح تجي وتلقاها مهرسة هاد الشيء هذا خاص السلطة تتحرك ودير شي إجراءات وتشوف شنو واقع راه اللهم من هذا منك
راه صافي الله من هذا منكر.